بعد ما تابعنا الاحداث اللي حصلت امبارح، دلوقتي هنتابع مع حضراتكم اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي اهمها مغادره حجاج بيت الله الحرام المتعجلين مشعر منى في تاني ايام التشريق. وزاره الاوقاف بتستعد لتجهيز رؤوس الاضاحي البلديه تمهيدا لتوزيعها على الاسر الاولى بالرعايه. النهارده كمان هتنطلق منافسات بطوله امم افريقيا لكره اليد مصر 2022، واللي هتستضيفها مصر لحد يوم 18 يوليو. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هيغادر حجاج بيت الله الحرام المتعجلين قبل غروب شمس تاني أيام التشريق مشعر منى، وهيكون على الحاج المتعجل النهاردة رمي الجمرات الثلاث ويكبر مع كل حصى. وسجلت عملية توافد ضيوف الرحمن على منشأة الجمرات سهولة في الحركة دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، وده وفق خطة التفويج مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني، إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه. النهاردة بتستعد وزارة الأوقاف لتجهيز رؤوس الأضاحي البلدية تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. الوزارة كانت بدأت ذبح الأضاحي البلدية بمجزر البساتين بالقاهرة تحت إشراف شرعي وبيطري كامل، وكمان دعت الراغبين في التضحية بعد انتهاء أول أيام عيد الأضحى المبارك للمشاركة في مشروع صكوك الأضاحي ليتم التضحية عنه بالإنابة. النهاردة برضه هتنطلق منافسات بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد مصر 2022 اللي هتستضيفها مصر لحد يوم 18 يوليو على صالة حسن مصطفى والصالة الدولية في 6 أكتوبر. وبيسعى منتخب مصر لحصد النجمة الإفريقية الثامنة في تاريخه بعد ما نجح الفراعنة في الفوز باللقب 7 مرات، وهيلتقي منتخب مصر في ضربة البداية مع الكاميرون الساعة 8 بالليل على صالة حسن مصطفى بعد افتتاح البطولة مباشرةً.